للوقوف أكثر على الصراع بين الولايات المتحدة وإيران وتمادي إيران في تخصيب اليورانيوم، ينضم إلينا عبر سكايب من صيدا مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات حسان قطب. أهلا بك سيد حسان، يعني بداية، كيف تقرأ استئناف إيران إنتاج معدات لأجهزة الطرد المركزي المتقدمة، ما يعني مزيدا من تخصيب نسب أعلى من اليورانيوم؟ تفضل. تمارس إيران سياسة مزدوجة، فهي في الوقت الذي تقدم نفسها على أنها حاضرة للتفاوض ومستعدة للتفاهم مع المجتمع الدولي وخاصة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنها في نفس الوقت تحاول تطوير قدراتها النووية. وفي الوقت الذي تعاني منه من أزمات اقتصادية ومن حصار شديد، في نفس الوقت هي أيضا تحاول فك حصارها من خلال تحسين علاقاتها مع الدول العربية المجاورة ومع تركيا أيضا. إيران تمارس سياسة مزدوجة، وهي في الواقع لا تستطيع أن تقدم رؤية واضحة للمجتمع الدولي والمجتمع العربي بأنها دولة مستعدة للتفاهم والعيش المشترك مع محيطها. لذلك الكل قلق من السياسة الإيرانية، الكل يدرك أن إيران لها طموحات ولها رغبات في تطوير قدراتها النووية وغير مستعدة للتفاهم مع المجتمع الدولي. سيد حسان، نسبة اليورانيوم المخصب الذي تسعى إيران بطبيعة الحال إلى زيادتها، كيف ترى أثرها على المنطقة إذا ما وصل الوضع إلى إمكانية تصنيع سلاح نووي؟ في الواقع الآن إيران استطاعت تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، ومن يصل إلى هذه النسبة بإمكانه تطويرها ليصل إلى 90%، وهي النسبة المطلوبة لإنتاج سلاح نووي. مما يعني أن إيران أصبح لديها القدرة على إنتاج سلاح نووي، وإنما تحاول شراء الوقت. وإذا عدنا بالذاكرة قليلا، عند انتخاب رئيسا لإيران، تم تأخير التفاوض بين إيران والمجتمع الدولي على أن رئيسي يطلب بعض الوقت لتشكيل فريقه، وهذا كان في مطلع شهر آب الماضي. والآن وصلنا إلى شهر نوفمبر أو تشرين الثاني، والمفاوضات يجب أن تبدأ مع نهايته، مما يعني أن هناك 4 أشهر قد ضاعت ولم يتم خلالها تفاوض بين المجتمع الدولي وبين إيران. هذه الفترة كانت مناسبة لإيران لتطوير قدراتها، سواء من خلال إنتاج أجهزة تخصيب جديدة أو من تخزين كميات إضافية من الإيران. إلى سؤال جديد الآن، يعني إلى أي مدى ترى أن سياسة جو بايدن متراخية وأنها هي السبب في إيصال إيران إلى التمادي في تخصيب اليورانيوم؟ في الواقع إدارة بايدن تواصل سياسة ترامب من خلال فرض العقوبات والتضييق على إيران ومزيد من العقوبات بهدف إجبار إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، ولكن إيران تعمل كما ذكرنا في البداية إلى أنها تعمل بسياسة مزدوجة، فهي في الوقت الذي تفاوض فيه إنما في نفس الوقت تعمل على تطوير قدراتها. إيران تدرك أن الحصول على سلاح نووي وتطوير قدراتها يحمي نظام إيران من أي تدخل دولي أو تدخل خارجي إسقاط هذا النظام، وبالتالي إدارة بايدن مسؤولة عن هذا التأخير، مسؤولة عن هذا التصرف الذي يدفع إيران إلى تطوير قدراتها وإلى التمادي في سياستها التي لا تحترم القرارات الدولية وحتى في تهديد الدول المجاورة لها في دول الخليج العربي. إلى سؤال آخر، يعني بحسب الحرس الثوري فإن 5 من ضباطه قتلوا في حادث سير يرونه مدبرا بكردستان الإيرانية. السؤال هنا، هل تتوقع عملية نوعية تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية مثلا من أجل عقاب إيران على تمردها؟ هل هذا محتمل وممكن الحدوث؟ في الواقع العمليات هذه متبادلة من خلال الهجمات التي طالت بعض السفن في الخليج العربي أو في بحر عمان، وكذلك من خلال القصف الذي قامت به الميليشيات المؤيدة لإيران على قاعدة التنف في سوريا، أو استهداف قوافل أمريكية في العراق. هذه الحرب بالوكالة أو الغير المعلنة بين الولايات المتحدة وإيران تتطور شيئا فشيئا، والأخطر في هذا الموضوع هو أنه قد تصل إلى مكان قد تخرج فيه عن السيطرة. فإيران اليوم عندما تتهم الولايات المتحدة بأنها قتلت هؤلاء الخبراء، إنما تؤسس لمرحلة جديدة من رد الفعل، وبالتالي قد تقوم الولايات المتحدة أيضا بالرد، وبالتالي قد نصل إلى مواجهة حقيقية بين الدولتين. وكما نلاحظ هناك مناورات
متقدمة جدا في المنطقة، تمارسها دول متعددة بشكل غير مسبوق من حيث العدد ومن حيث نوعية هذه المناورات وطبيعة الأسلحة المشاركة فيها، حتى أننا رأينا مناورات إماراتية نعم بحرانية أمريكية وإسرائيلية في البحر الأحمر. نعم هناك تطور كبير في عدد المناورات وفي طبيعتها. إلى السؤال الأخير الآن سيد حسان، يعني هل ترى أن مثل هذه العمليات النوعية بقتل ضباط أو تفجير أنابيب نفط قادرة على كبح جماح المشروع الإيراني المقلق للأمن في المنطقة بعمومه؟ هذه العمليات قد تؤخر المشروع الإيراني ولكنها لا تلغيه، لأن إيران كما نعم ذكرنا في لقاءات كثيرة هي دولة دينية وتعتبر أن هذا المشروع هو أمر إلهي وهو مشروع ديني ولا يمكن أن تتراجع عنه. حتى لو فاوضت أو تراخت في بعض الأحيان أو أظهرت حسن النوايا، إلا أن المشروع الديني لا يتوقف عند حدود، وبالتالي إيران سوف تواصل سياستها وسوف تواصل عملياتها سواء في مهاجمة القواعد الأمريكية أو في الإساءة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، وفي تحمل أيضا رد الفعل الأمريكي والإسرائيلي، لأنها تعتبر أن الوقت يعمل لصالحها وأنها في نعم المستقبل سوف تصل ما تبتغيه من قدرات نووية وقدرات عسكرية متطورة تفرض من خلالها شروطها على دول المنطقة وحتى على المجتمع الدولي. مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات حسان قطب، شكرا جزيلا لك.